ملي كتروح ما تخلعوش، لازم يكون مرتاح نفسيا باش تقدر تشوف منهم جميع المعلومات باش تساعد يتجهوا في السيارات نتاعهم، ومن بعد كي يرجعوا يعاودوا يرجعوا على هنا. الاعمال تاعهم راهي اعمال كثيره، من جهه عندهم عمل في الكونفينمون في لي زوتيل، في البي تي تي، في دار المعلم، في اوتيل تاع المهدي 1، اوتيل المهدي 2، كاين ناس تما كونفيني، اخرين جاوا من الخارج، اخرين من هنا، كل واحد والحاله تاعو الخاصه. الفرقه هذه عندها عمل تتابعو تشوف درجه الحراره نتاعو، تشوف يعني الصحه العامه نتاعو. كاين اعمال اخرى تقوم بها الخليه تاع خليه الازمه والتدخل كوفيد 19 فيما يخص لونكات ايبيديمولوجيك، التحقيق الوبائي على كل المستويات، على مستوى الافراد، على مستوى لي زوتيل اللي فيهم الناس اللي يقوموا بالعزل. وكاين اعمال اخرى نقوم بها بالتنسيق مع المستشفى لمسحابة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، بالقيام بأعمال متخصصة أكثر لمواجهة هذا الوباء. العمل تاعها 7/7، يعني كل يوم حتى في الويكاند راهي مجندة هنا كباقي الجنود الخفاء لمواجهة هذا الفيروس.